son, it's gone now. That's gone now. You can't replicate this. ازاي؟ ازاي والله؟ انا اقسم بالله العظيم مصدوم من الفيديوهات اللي شفتها دي. احضان محمد صلاح لزوجة يورجن كلوب ويورجن كلوب بيحضن زوجة محمد صلاح. انا مش عارف اقسم بالله. انا مش فاهم. يعني سيبك بقى من ان انت بتحب محمد صلاح ما بتحبوش. كنت بتنتقده على المواقف اللي قبل كده ولا لا؟ اللي هي المواقف الاختيارية. انت ما دعمتش اخواتنا. بعدين لما جيت دعمتهم دعمتهم دعم مايع وكل الارواح مقدسة. ان انت منزل عزاء للملكة اليزابيث. انا يعني سيبك من كل ده. سيبك من اي حاجة فاتت. ايه ده بجد؟ ايه ده بجد؟ فين رجولتك؟ فين اخوتك؟ فين دينك؟ فين كل حاجة في الدنيا؟ المشكلة ان احنا اعتبنا دايما لمحمد صلاح شايفنا كنا شايفينك مننا. اللي هو حد طالع من قرية نجريج من محافظة الغربية. حد غلبان. حد طيب. حد بسيط. ايه اللي بيحصل ده؟ هل ده تحول حصل لك؟ ولا انت كنت كده من الاول واحنا اللي ما كناش واخدين بالنا؟ يعني ولا انت اللي ديوس مثلا من الاول واحنا فعلا اللي ما كناش واخدين؟ ازاي؟ ازاي مشهد زي ده؟ مشهد زي ده انا مش مصدقه. انت ازاي تشوف مراتك قدام العالم كله بتتحضن من راجل غريب؟ يا اخي فين اخوتك وفين رجولتك؟ بعيد عن اي حاجة. فين دينك؟ وبعدين هي ست زوجتك، ست محجبة. انا يعني انا مش عارف والله. انا مش عارف. انا مش اهل للنصيحة ولا انا مثلا شيخ ولا حاجة. انا بعمل غلطات وكل الناس هتطلع دلوقتي تنتقدني وانت مين اللي بتنصح. بس انا بجد موقف زي ده مش قادر والله العظيم اعديه كده. ويا مش عارف. انا مش عارف والله. مش عارف ايه اللي حصل لمحمد صلاح. يا رب يا رب يشوف الفيديوهات اللي الناس بتعملها عليه ويرجع يا عم. يعني يرجع للطريق الصحيح. يرجع لاصله. يرجع يشوف هو مين وهو فين. ان انت المجتمع اللي انت عايش فيه ده هم ناس غيرك خالص. انت مسلم. هم ناس مش مسلمة. هم بالنسبة لهم اللي هم عايشين فيه ده عادي. لكن بالنسبة لك انت مش عادي. بالنسبة لك انت مش عادي خالص. المفروض ان انت كنت واجهة. كنت واجهة لمصر وواجهة لديننا في العالم اللي بره بيشوفوك وناس بتتأثر بيك. فانت اللي بقيت بتتأثر بيهم وانت اللي تحولت وبقيت شبههم. انت عايز تبقى شبههم بس تبقى شبههم في الحلو. خد منهم الحاجات اللي ينفع تاخدها. مش تاخد منهم كل حاجة لدرجة انك تشوف زوجتك في منظر زي ده وعادي. السلام عليكم. الفيديو اللي انتوا سمعتوه ده تعليق من شخص انا الحقيقة ما عرفوش. بس انا عجبني كلامه وعجبني حرقته كده من قلبه على فرض ما. يعني نخوته اتحركت. دينه اتحرك. رجولته اتحركت. تعليقه كان بسيط. وهو كان شايف ان هو مش اهل النصيحة. بالعكس كل واحد اهل النصيحة. هو قال جملتين مهمين جدا انا يهمني ارد عليهم. قال هو محمد صلاح كان يعني ايه اللي حصل؟ هو تحول ولا انت كده من الاول واحنا ما كناش عارفين؟ الحقيقة انا مقتنعة تماما انه ما فيش حد بيتحول. هو في حد بيظهر نتيجة الضغوط والابتلاءات والفتن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحطنا فيها والاختبارات علشان يظهر كل واحد ان كان فيه خير او لا. لما احنا بنقول فتن الذهب يعني فتن الذهب بالنار. يعني وضع في النار علشان نقدر نميز الذهب الخالص من الذهب اللي بيه شوائب. فالفتن عبارة عن نار. يعني الابتلاءات. والابتلاءات على فكرة مش شرط تكون نقم يعني وفقر وكرب والكلام ده. لا هي ممكن تبقى ابتلاءات بالنعم. الانسان فجأة ما كانش معاه وبقى معاه فلوس كتير والكلام ده كله. فابتدى يختبر. ابتدى يختبر في دينه. فاللي بيحصل انه في الابتلاءات دي والفتن دي كل واحد بيظهر على حياته. فلو انت ذهب هتتحرق الشوائب اللي هي ذنوبك الخفيفة اللي انت عملتها في حياتك وترجع بقى صوفي كده وجميل وتلمع كده زي لو قلنا ابو تريكة. وشوف الفرق الشاسع ما بين الاثنين. يعني ولو انت فيك حاجات مش حلوة هتلاقيها كلها عمالة الشوائب تتحرق وبالتالي الذهب بقى قليل جدا. ما فيش ذهب اساسا. طبعا انا هنا مش بتهم محمد صلاح لان انا لا احكم عليه والله اعلم بيه لحد ما يعني ما ينقضي عمره وعمرنا. احنا ما نعرفش ليه الخاتمة ايه. لعله يعني ربنا يغفر له ويتوب وينصر حاله يا رب. لكن احنا بنتكلم على الوضع الحالي والوضع القائم والمواقف الكتيرة اللي حصلت بسبب الابتلاءات اللي هو اتحط فيها. وللأسف ان هو مشهور فكانت كل اموره ظاهرة بعكس كل الناس. يعني
طيب الحاجة التانية انه عايزة اقولها مهمة جدا، اللي خلى صدمة جديدة جدا في محمد صلاح هي ان انا حطيتك في مكانة عالية جدا. هي دي مشكلتنا دايما مع حتى اللي حوالينا والناس اللي احنا بنحبهم، لما نحطهم في مكانة اكبر من مكانتهم اللي المفروض يكونوا عليها احنا بنصدم من اي تصرف يعملوه. في البداية محمد صلاح كان بالنسبة لناس كتير مش مجرد لاعب كرة وكلام ده، لأ هم تصوروا انه متدين وانه على خلق معين وانه صعب يغلط وكذا وكذا، وابتدوا بقى ايه يحطوه في مكانة يرفعوه رفعة عالية جدا، فترتب على ده الصدمات اللي فضلوا ياخدوها مع كل موقف، مع ان المفروض يعني اول موقف خلاص خدنا الالم، تاني موقف لا ما المفروض نبقى الصدمه مش هي هي، لكن المره دي صدمه بقت اشد لان انا كاني شايفاه بيتراجع، مع ان هم البدايه ما كانش حاجه وبقى حاجه تانية انا مش شايفاه كده يعني. حتى احتفاله بالكريسماس كان مع زوجته واولاده، وبعدين احنا نسينا بقى محمد صلاح طب فين زوجته؟ ما بتعترضش ليه؟ هي اوكي معايا يعني ولا يعني ما فيش مشكله؟ دي نقطة تانية محدش واخد باله منها، وكله بيعلق على محمد صلاح بس علشان هو اللي يهمهم، لكن الحقيقة الزوجة كمان لها موقف، والموقف عليه علامة استفهام كبير، وهل ده بيقبل لو كانت دي بنته؟ يعني أنا شكيت في لحظة أن دي بنته، طب لو بنته إزاي يقبل ده؟ وإزاي هي تربت على ده؟ وإزاي والدتها ساكتة على ده؟ يعني الموقف كله فيه أخطاء كتير. فحتة بقى الجزئية الأخيرة اللي هو علق عليها وعجبتني جدا برضو، إنه قال طب أنت كنت عايز تقلدهم قلدهم بس خد منهم الحلو. برافو عليك، أنت من الآخر من غير ما تشعر أنت تقريبا فهمت الجزئية دي وفسرتها صح، يعني إنه هو عايز يقلدهم. يعني من الآخر هو كان مبهور بالمجتمع الغربي، فانبهاره بالمجتمع الغربي دفعوا للتنازلات الكتير اللي قدمها. فما تتصدموش يا جماعة، احنا حوالينا ناس كتير جدا بنشوفهم بالصورة دي، بس الفرق ان محمد صلاح عليه الكاميرا وعليه الشهرة، وان احنا حطناه في مكانة عالية. لا انت حطيته في مكانة عالية بشكل خاطئ. يعني احنا ممكن حوالينا نحط ناس في مكانة عالية بس لانهم قريبين مننا وبنحبهم وتصورنا منهم عنهم حاجات معينة وشفنا منهم مواقف وعشرة وحب خلانا نحطهم في المكانة دي، لكن انت حطيت محمد صلاح انت وغيرك وغيرك حطيته في المكانة العالية دي على اي اساس؟ ايه اللي قدمه محمد صلاح اللي خلاك في يوم الايام تقول ايوه لا ده راجل متدين بقى وراجل كذا، فانتظرت منه حاجات بعكس اللي انت شايفها؟ انا مش شايفة انه محمد صلاح يعني يجب ان اي حد يتصدم فيه. هو يعني انت كان مشكلتك انك حطيت صورة وهمية لانها ما كانتش مبنية على اي شيء، فياريت نركز ونتعلم ما نديش حد اكبر من حجمه الحقيقي.